اهلا بيكم جميعا طلاب وطالبات الفرقه الرابعه كليه التجاره شعبه المحاسبه. حقيقه احنا المفروض المقرر بتاعنا محاسبه درجيه 2 هنستكمل فيه الجزء اللي احنا اشتغلناه مع حضراتكم السنه اللي فاتت، وهو عباره عن جزئين. في جزء عن الاشخاص الطبيعيين او الضريبه على الاشخاص الطبيعيين. السنه اللي فاتت كنا احنا خدنا فيها مرتبات وخدنا فيها ايرادات ثروه عقاريه ومنها مخاطر. السنه دي هنبدا او هنستكمل نفس الحاجات اللي احنا كنا بناخدها بالضريبه على ايرادات الارباح التجاريه والصناعه. الحقيقه الضريبه دي المفروض ان احنا هنشتغل فيها الجزء بتاع الايرادات، هنشتغل النهارده وكل مره بنسيب تمرين بنشتغل فيه جزء ونسيب لحضرتك ان انت تكمله تفكر فيه بس هتعمل فيه ايه في البيت، وهنرجع المره الجايه ان احنا نكمله معاك. ان شاء الله المره الجايه هتبقى المحاضره يعني فيس تو فيس زي ما بيقولوا كده، واحنا هنحاول فيها ان احنا نشتغل الجزء الاكبر في المحاضرات المباشره. المحاضرات الاونلاين احنا عارفين انه بيبقى شويه ناس ممكن ما تقدرش تسجلها كويس، فاحنا يعني هنحاول من خلال المحاضرات اللي هي المباشره ان احنا نشتغل الاجزاء الاكبر. طيب احنا هنعمل ايه النهارده؟ الحقيقه احنا هنبدا نشتغل في الضريبه على الارباح التجاريه والصناعه. اول حاجه دايما بتجيلي في اي ضريبه بيقول لي شروط خضوع الايرادات للضريبه. يعني الايراد الخاضع للضريبه ده ايه اللي يتوفر فيه عشان اقول ان ده يخضع للضريبه على الارباح التجاريه والصناعيه؟ فالحقيقه هو مديني مجموعه من الشروط. اول حاجه بنسميها الاحتراف. يعني ايه الاحتراف؟ يعني انا مش بشتغل الشغل ده مره واحده، لكن المفروض ان انا بشتغله على حاجه بنسميها على وجه الاعتياد او التكرار. وطالما ده الاصل بتاعي لما يجي كان في القاعده العامه دي المفروض ان هو هيذكره بصوره صريحه في القانون. والحقيقه احنا هنشوف الكلام ده كتير لما نيجي نتكلم عن التكاليف. هيجي يقول لي مثلا الاصل ان انا بتحاسب على اساس الاستحقاق، لما يجي يخرج عن القاعده العامه هيقول لي مثلا التبرعات المدفوعه. المره دي ما بيكلمنيش عن اساس الاستحقاق، ايه اللي اتدفع فعلا وهكذا. فاحنا هنا اللي موجود عندنا دي عباره عن شروط عامه او ده الاصل في التعامل. لو حصل استثناء هذا الاستثناء بيذكر صريح جدا جوه. طيب يبقى الاول انا متوقعه النشاط اللي انا هبشره ده هيكون على سبيل الاعتياد او التكرار. انا متوقعه ان مزاوله النشاط ده هيكون بصوره مستقله. يعني ايه بصوره مستقله؟ يعني معنى كده ان انا صاحب النشاط ما بشتغلش عند حد. حاجه ثانيه انا بشتغل بصوره فرديه، فانا ما بتكلمش عن شركات، دايما هتلاقينا بنتكلم عن منشاه فرديه وغيرها شخص. طيب الحاجه الثالثه واللي احنا يمكن المفروض انها سمعه عامه في كل الضرايب ان يكون القصد عندي ان انا بحقق ربح. هل في انشطه بتمارس وما بيبقاش عندي الهدف تحقيق ربح؟ الحقيقه ايوه. الانشطه في الجمعيات الخيريه والحاجات دي حتى لو اتحقق ربح هي ده مش الهدف ان انا احقق ربح. انا بيبقى عندي ايراد بستخدمه عشان ادعم النشاط اللي انا قايمه عليه. فمثلا لو في جمعيه بتشتغل على اساس مرضى السرطان او اي مرض من الامراض هي عندها بعض المشاريع اللي بتوفر لها ارباح، الهدف ليس انها تكسب ولكن انها تدعم الانشطه بتاعتها. الحاجه الاخيره مكان مزاوله النشاط. الكلام ده الارباح دي بتتحقق فين؟ الاصل انها بتتحقق في جمهوريه مصر العربيه. وكانت الارباح اللي بتتحقق في الخارج ما بتخضعش للضريبه، لكن من 2014 قال والله الارباح اللي بتتحقق جوه جمهوريه مصر العربيه او اللي بتتحقق في الخارج بشرط ان يكون المركز الرئيسي للنشاط بتاعي موجود جوه جمهوريه مصر. دايما بيجي لنا في اسئله الصح والغلط حاجه، فدايما ساعات يقول يعني شروط خضوع الايرادات للضريبه ويجيب لي شرطين ويقول لي دول فقط. كلمه فقط يا ترى هم دول بس ولا انا عندي حاجات ثانيه؟ والله لو هو ذكر الشروط كلها وقال لي ده كده هي دي شروط الخضوع للضريبه على ارباح التجاره الصناعيه هقول له صح. طب لو اختار اي اثنين او ثلاثه وقال لي دول بس هقول له لا، لان انا في عندي اربع شروط المفروض يكونوا موجودين
الأرباح الرأسمالية، الأرباح الرأسمالية، ودي هنعرف الأربع احتمالات بتوعها. ثم حاجة بنسميها الإيرادات العرضية. هنبدأ نقول كل واحد في دول هنتعامل معاه ازاي. يعني ايه ايرادات النشاط الجاري؟ عبارة عن النشاط الرئيسي للشركة ألفا عشان تحققه. أنا شركة ببيع مثلا أي حاجة أجهزة كهربية، أنا شركة بصنع حاجة، ده الهدف الأساسي، ده الإيراد الرئيسي اللي أنا بشتغل عشانه. الشركة دي ممكن تكون منشأة تجارية، ممكن تكون منشأة صناعية، ممكن تكون منشأة خدمية. تاني، الإيراد الجاري هو عبارة عن النشاط الرئيسي الخاص بالشركة، وهنبدأ نشرحها واحنا ماشيين. الأرباح الرأسمالية ببساطة هي أرباح بتنتج من تقييم، من بيع، من تعويضات تتم على الأصول الأسهل. فأنا عندي أربع أنواع من الأرباح الرأسمالية، هنبدأ نشتغل كل واحد فيهم ونعرف معناه إيه أو إيه المبلغ المعتمد فيه ضريبيا، لأن الحقيقة كل الجزء ده هو هيوصل حضرتك لحاجة إن أنت تعرف إمتى الرقم ده أقول إن هو إيراد يخضع للضريبة على الأرباح التجارية الصناعية، وإمتى أقول إن مصلحة الضرايب بتقول إن هذا الإيراد لا. الحكمة من الكلام ده إن إحنا بنعمل في الآخر حاجة هنشوفها مع بعض اسمها كشف التعديل. الكشف ده بالنسبة لنا هو اللي بيحول صافي الربح المحاسبي لربح ضريبي لوعاء ضريبة نقدر نفرض عليها بالأسعار اللي موجودة عشان نقول الممول في الآخر هيدفع كام. أنا عندي كام نوع من أنواع الأرباح الرأسمالية؟ الحقيقة أنا عندي أربعة. الحاجة الأولانية هي أرباح هتنتج من بيع أصل ثابت. الحاجة التانية هي أرباح هتنتج من تعويضات نتيجة لهلاك أصول ثابتة. الحاجة التالتة هي أرباح هنسميها إعادة التأجير، وهنتكلم عن كل واحد منهم لوحده. ثم أرباح التصفية، شركة في الآخر بتنتهي، أنا قدرت إن أنا أصفي الشركة، أدفع الالتزامات اللي على الشركة لكل الناس بما فيهم الملاك، وفضل عندي فلوس، طب الفلوس دي تخضع للضريبة ولا لأ؟ هنعرف إنها هتخضع، ولو في خسائر رأسمالية من حقي حاجة اسمها إن أنا أرحلها. اتكلمنا عن حاجتين، اتكلمنا عن النشاط الجاري وده في منشآت تجارية أو صناعية أو خدمية، والحاجة التانية الأرباح الرأسمالية هم أربع حاجات، يا إما نتيجة بيع أصل ثابت أو تعويضات نتيجة هلاك أصل أو أنا عندي إعادة تأجير للأصول أو الحاجة الأخيرة أرباح التصفية، وهنتكلم عن كل واحد منهم دول. طب ساعات بيجيلي حاجة تالتة بيسموها الإيرادات العرضية. يعني إيه إيرادات عرضية؟ يعني الحقيقة مش ده الإيراد الرئيسي، دي حاجة جانبية، وبالتالي مثلا هفترض أول حاجة فيهم إيرادات أراضي زراعية وعقارات مبنية. الحتة دي أنا شفتها قبل كده في ضريبة، وحضرتك فاكر الكلام ده كنا بناخده في إيرادات الثروة العقارية. أمال إيه اللي يخلي الإيراد ده يخضع للثروة العقارية أو يخضع للأرباح التجارية الصناعية؟ حاجة واحدة بدور عليها دلوقتي، الحاجة دي بتقول لي بالظبط كده إذا كانت الأراضي اللي موجودة عندي أو العقارات ضمن أصول المنشأة تمتلكها المنشأة يبقى تخضع للضريبة على الأرباح التجارية الصناعية. إذا ما كانتش الأراضي الموجودة عندي أو العقارات ضمن أصول المنشأة، معنى كده إن المنشأة لا تملكها، وبالتالي هي ملك خاص لصاحب المنشأة، فتخضع لضريبة تانية خالص اسمها إيرادات ثروة عقار. طيب ساعات الشركة عندها مبلغ من الفلوس هي مش محتاجاه دلوقتي، فساعات تحطه وديعة في حسابات التوفير أو في واحد من البنوك لغاية ما تبدأ النشاط بتاعها. يا ترى العوائد دي تعتبر واحدة من الإيرادات الخاضعة للضريبة؟ طيب لو كانت خاضعة للضريبة يبقى معنى كده أنا عندي هنا بيبدأ هيعدد لي أمثلة للإيرادات اللي ممكن تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعة. التعويضات، ساعات الشركة بيبقى في
التزامات بينها وبين اشخاص تانيين، سواء هي اللي هتدفع التعويض او هي اللي هتاخد التعويض. بتيجي من التعويضات دي انا ما بلتزمش بالعقود اللي بيني وبين غيري بالتوريد، انا بديه منتج مش كويس، انا ما بلتزمش بمواعيد التوريد، بلاقي حد قلد العلامه التجاريه بتاعتي او الاسم التجاري او المنتج بتاعي، بنبدا نرفع قضايا تعويض. التعويض ده هنشوف بيحسبه ازاي من ناحيه اداره. عندي حاجة اسمها ديون معدومة محصلة، دي مش تكاليف، دي ديون انا كنت فاقد الامل في ان انا احصلها، ولكن الحقيقة بعد وقت انا قدرت احصلها كلها او احصل جزء منها. طالما اسمها محصلة معنى كده هي جزء من الوقت، لها شروط برضو هنتعامل معاها، خصم مكتسب، فوائد البيع بالتقسيط. في شركات عشان تنشط عمليه البيع فلو قالت لك انك هتشتري كاش، في ناس كتير مش هتقدر تدفع، فبتقول لحضرتك ان انت هتدفعهولك بالتقسيط كمان فوائد. حقيقه الجزء الاثنين دول سواء كان خصم مكتسب او فوائد البيع بالتقسيط يعتبروا احد الطرق اللي احنا بنستخدمها في الانشطه التجاريه، وبالتالي لو تحقق منهم ايراد برضه الايراد هيطلع عندنا. اخر حاجه اسمها فروق العمله. ايه فروق العمله ده؟ انا احيانا بشتري او ببيع او بقترض بعمله ثانيه غير الجنيه المصري. لما ترجع تعاقد على عمليه البيع او الشراء الا عن حساب يعني الفرق ده ما فيهوش مشكله، انا دفعت سعر الدولار مثلا او جنيه او ريال او اي حاجه انا عارفه. لكن مشكلتي دايما بتبقى في الحاجات اللي هي بالادب، اللي هي هدفعها في تاريخ هيجي بعده. يا ترى العمله قيمتها زي ما هي ولا اتغيرت؟ ولو اتغيرت الفروق دي هعمل فيها ايه؟ وامتى مصلحه الضرايب تعترف بيها وامتى مصلحه الضرايب ما تعترفش بيها؟ مره ثانيه انا عندي ايرادات ممكن اقسمها لثلاث انواع كبار. ايرادات تخص النشاط التجاري وهو النشاط الرئيسي بتاعي، احنا عاملين المنشآت التجارية عشان هنستخدمها كمثال للشركات او المنشآت الفردية ونشوفها بتطلع الايراد بتاعها ازاي. ثم الارباح الرأسمالية، انا عندي اربع انواع: نتيجة البيع، نتيجة التعويضات، عندي ارباح اعادة التقدير، ثم انا عندي في الاخر ارباح التصوير. عندي مجموعة كبيرة اسمها الأنشطة العربية، مش ده الأصل وأنا بشتغل المشروع إن أنا أحققها، لكن بتتحقق بصورة جانبية معايا. قد تكون إيرادات الأراضي الزراعية والعقارات المبنية، قد تكون عوايد الودائع وحسابات التوفير، قد تكون تعويضات، ديون معدومة محصلة، إعانات، وهنشوف برضه الإعانات لها نوعين كده، فوائد أو خصم مكتسب، فوائد بيع بالتقسيط، ثم أخيراً فروق العمل. الكلام ده ظريف جداً، أنا عايزة إن أنا أبدأ آخد كل واحد فيهم كده بالراحة وأشوف إحنا هنعمل فيه. بدأ بالنشاط الجاري. هو إيه النشاط الجاري؟ زي ما قلنا هو ده النشاط العادي بتاع الشركة والمتكرر واللي يتعلق بنشاطها الرئيسي للشركة أي ما تحققه. الكلام ده لازم هيرتبط بفترة ضريبية محل التحاسب وهي سنة عادة. حاجة تانية اللي بعد كده بتتمثل في أرباح إجمالية هتحققها الشركة، سواء كان النشاط بتاعها تجاري أو صناعي أو خدمي، وفقا لحاجة بنسميها أساس الاستحقاق وليس الأساس المادي. واتفقنا ان هو لو هيجي يقول لي على الاساس النقدي ده هيذكره صراحة في القانون. ما عدا ذلك احنا بنتحاسب على اساس الاستحقاق. مرة تانية، هو ايه النشاط الجاري؟ ده النشاط الرئيسي بتاع الشركة. واللي قايم عشان تحقق. واللي بيرتبط بالسنة محل التحاسب. والارباح بتاعته هتكون الارباح الاجمالية اللي تحققها اي منشأة تجارية وصناعية وخدمية بناء على اساس اسمه اساس مستقبل. طيب اتفقنا ان احنا هناخد مثال واحد على الشركات وهو الشركات التجارية. لو انا مثلا بقول هي ايه الارباح اللي هتقضى
خلافة المبيعات. هي ايه صف المبيعات دي؟ هتجيلي منين؟ اعرف منين صف المبيعات دي؟ لو انا جبت كل الفواتير اللي انا بعت بيها من كل الاصناف اللي انا ببيعها وطرحت منها شوية حاجات، طرحت منها حاجة بسميها موجودات المبيعات، انا البضاعة اللي بعتها لحضرتك بعد ما شفتها لقيت فيها عيب معين رحت ملحقتها. هذا الكلام اللي انا بطرح منها حاجة بسميها تسميحات المبيعات. المنتج اللي حضرتك خدته مش كويس قوي، فحضرتك قلت لي ده فيه عيب، قلت لك طب بدل ما تجيبه انا هعمل لك نسبة خصم 10% خليه عندي فما ابيعهوش. وحاجة تانية بنسميها الخصم المسموح بيه، حضرتك عارف ان انا ممكن ابيع كاش وممكن ابيع يعني على حساب، فاحنا بنحاول نشجع الناس انها تدفع اكبر جزء او تدفع قيمة البضاعة، وده اللي انا هسمح لها بنوع من الخصم. انا عايز اقول في الاخر ان صافي قيمة المبيعات او الايراد اللي الشركة هتحققها عبارة عن كل الفواتير اللي بعتها لما استبعد منهم مربوطات ومسموحات وخصم. طب يا ترى تكلفة البضاعة المبيعة دي اجيبها منين؟ ابدا، انا ممكن يكون عندي رصيد موجود في المخزن وممكن اكون اشتريت بضاعة خلال الفترة. الحقيقة الاثنين دول بيمثلوني كل البضاعة اللي موجودة عندي. برضو مع ملاحظة ان حضرتك هتقرا من الاجمالي مربوطات مشتريات مسموحات مشتريات والمرة دي خصم مكتسب انا اللي خدته بقى. طيب الكلام ده الاثنين مع بعض، المخزون بتاعي اول المدة زائد المشتريات هتديني حاجة هسميها تكلفة البضاعة المتاحة بكل اللي عندي. لو طرحت منها مخزون اخر المده ده هيديني الجزء اللي انا بعته، يبقى الفرق ما بين الاثنين دول ده هيمثل لي ده الايراد اللي خاضع للضريبه. بس خلي بالك هذا هو الايراد اللي خاضع للضريبه من الناحيه المحاسبيه وليس الضريبه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ساعات قانون الضرايب في حاجات بكون صرفتها فعلا ما بيوافقش عليها، وفي ساعات حاجات انا ما صرفتهاش اصلا وبيوافق عليها. وهنعمل في الكلام ده مثلا في بنود الاهلاكات هتلاقي بيحسب حاجه ثانيه اسمها اهلاك اضافي وبيحطوا نوع معين من الشركات الصناعيه. طيب يبقى معنى كده انا اللي وصلت له ده حاجه اسمها صافي محاسبي ولا سلبي. لما نيجي نشوف بعد كده هنبدا نتعامل ازاي؟ هيبدا يكلمني عن الارباح الراسماليه. خلي بال حضرتك الحته من اول هنا لغايه ما نخلص الايرادات هو بيقول لي ما هو الرقم اللي هتعتمده مصلحه الضرائب. مش اللي احنا هنوافق عليه من ناحيه المحاسبه. طيب بص بقى معايا كده، احنا اتفقنا ان الارباح الراسماليه عباره عن كام حاجه؟ قلنا منهم اربعه. أول حاجة فيهم أرباح هتكون ناتجة عن بيع أصل من الأصول السابقة. كويس. هي الأرباح دي هتيجي منين؟ طالما إن أنا هبيع يبقى هيكون عندي أساسي حاجة هسميها ثمن بيع الأصل السابق. المفروض إن ثمن بيع الأصل السابق ده يكون أكبر من قيمة دفترية للأصل. يعني الاصل ده يوم ما اشتريته بكام؟ افترض ان انا اشتريته اي حاجه بمليون جنيه. ناقص مجمع الاهلاك المعتمد، الحقيقه مش محاسبيه. المعتمد ضريبيه، وهتلاقي دايما في التمارين بيديك حاجتين، جزء يتعلق بمجمع اهلاك محاسبي والجزء الثاني يتعلق بمجمع اهلاك ضريبي، والحقيقه احنا هيكلمنا الضريبي وليس المحاسبي. لان احنا هناخد محاضره كامله بتتكلم عن ان الاهلاك الضريبي يختلف تماما عن الاهلاك المحاسبي من ناحيه النسب ومن ناحيه الطريقه اللي حضرتك بتستخدمها، ولا يجوز ليا ان انا اغير لا النسبه ولا الطريقه. طيب معنى كده انه قد يكون عندي ارباح راسماليه هتيجي منين؟ هتيجي من ثمن بيع الاصل اللي موجود عندي اكبر من قيمة دفترية للأصل يوم ما اشتريته لما اطرح منها مجمع الإهلاك المعتمد ضريبيا وليس محاسبيا.
الرأسمالية هتخضع للضريبة، فما لو كانت نتيجة عملية البيع خسارة رأسمالية فهي هتعتبر من التكاليف واجب بالظبط. لما بيجي لي تمرين بيكلمني عن الارباح الراسماليه انا بطبق القاعده دي الاول. ثمن البيع لو طرحت منه القيمه الدفتريه للاصل في اول المده ناقص مجمع الاجناس المعتمد ضريبيا، ده الرقم اللي هتوافق عليه حسب كده. اول حاجه. حاجه ثانيه بيقول لي في ارباح ثانيه هتتحقق نتيجه التعويضات. يعني الاصل كان موجود عندي حصلت له مشكله، هقلق اتحرك جرى له اي حاجه خالص، انا قررت ان انا هاخد تعويض. المعادله اللي احنا قلناها بالظبط هي المعادله اللي هستخدمها في ما عدا حاجه واحده، هشيل انا بتاع الاصل واحط هنا قيمه التعويض. يبقى معنى كده الرقم اللي هتعطلني بمصلحه الضرايب هو عباره عن تلقيش باين كده قيمه التعويض لما اطرح منه قيمة دفترية للأصل في أول المدة، واطرح منها حاجة اسمها مجمع الإهلاك المعتمد ضريبيا وليس محاسبا. وبنفس الطريقة لو أنا عندي كانت نتيجة لهلاك الأصل، المبلغ اللي أنا حاطه من التعويض كان أقل من القيمة الدفترية للأصل ناقص مجمع الإهلاك المعتمد ضريبيا، الحقيقة أنا في الحالة دي أنا عندي خسارة رأسمالية وهي أيضا تعتبر من التكاليف والضغوط. طيب اسمع معايا في الجزء ده عشان احنا ايه هنبدأ نتكلم عن أرباح إعادة التقييم، ومعظم مسائل الأرباح التجارية الصناعية بيبقى فيها جزء عن أرباح إعادة التقييم. بصفة عامة بيقول لي خلي بالك إن أرباح إعادة التقييم دي هتيجي إمتى؟ لما انا عايز تقييم الاصول الثابته اللي موجوده عندي الحقيقه بغرض ان انا اغير الشكل القانوني للشركه. يعني ايه الكلام ده؟ انا كنت منشاه فرديه حتى شركه اشخاص. انا كنت منشاه فرديه وهحولها لحاجه ثانيه، هدخلها كحصه علميه في شركه مساهمه مصريه. طب بص معايا كده، يبقى الاصل بتاعي ان انا بعيد التقييم عشان اغير شكل الشركه. في الحاله دي مصلحه الضرايب هتكون الارباح دي محققه، يعني انا خدتها فعلا. انا كان عندي مبنى كنت مسجله القيمه الدفتريه ب 20 جنيه دلوقتي 50. هذا الفرق لما بنبدا نعدل شكل الشركه انا باخده بتعمل بيتاخد في الاعتبار، وبالتالي ده حصل فعلا اصبحت ارباح مالها محققه. الكلام ده افرض كان الهدف من التقييم او من اعاده التقييم ده ان انا اصبر القيمه الحقيقيه للاصول، قلت ان المبنى ده مش ب 20 مليون دلوقتي ب 50 مليون. هل انا خدت حاجه؟ صحيح ان انا عملت حاجه. وبالتالي من وجهه نظر مصلحه الضرايب اذا انا قيمت عشان مجرد ان انا اصبر قيمه حقيقيه للاصول من غير ما يتغير الشكل القانوني، معنى كده بالنسبه لها في ارباح مش محققة، وبالتالي مش هتخضع للضريبة. طب أنا عندي احتمال تاني، أنا أعمل إعادة التقييم ده عشان أقدم أصول المنشأة الفردية بتاعتي، أعمل فيها إيه؟ أدخلها كحصة علمية في شركة مساهمة مصرية. إشمعنى يعني الشركة المساهمة المصرية بالذات؟ لو حضرتك كنت فاكر احنا اتفقنا ان الشركات المساهمه هي اقدر نوع من انواع الشركات على انها تبتذل رؤوس الاموال وتقدر تجمعها، ملهاش حد اقصى في راس المال، ملهاش حد اقصى في المساهمين، وبالتالي انا بشجع الشركات المساهمه المصريه. الحقيقه انا هعفي الارباح، لكن عشان اعفيها لازم يتوفر شرطين يتم مع بعض. الشرط الاولاني بيقول لي خلي بالك ان الحصه دي هتكون قبال اسهم، ولكن هذه الاسهم اسميه وليست لحامل. ليه هتكون اسميه؟ لان هو هيتابع حضرتك ان انت ما تتصرفش فيها لمده 5 سنين على الاقل. اما الاسهم اللي هعملها السهم الموجود في ايد اي حد معاه سهم هو يمتلكه، انا مش هقدر امتلكه. وبالتالي لو حضرتك
الأرباح النادية عن إعادة التقييم بتاع الأصول المنشأة الفردية لما أقدمها لحصة عينية في شركة مساهمة مصرية أنا هعفيها لك، ولكن مشترط شرطين يتحققوا معاك. الأسهم اللي أنا هاخدها هتكون أسهم إسمية مش هتصرف فيها لمدة 5 سنوات على الأقل. طيب أنا عندي إيه كمان؟ أنا عندي حاجة اسمها أرباح التسويق. الشركة بتاعتي انتهت خلاص لأي سبب من الأسباب، مدتها خلصت، الشركة دي في مشاكل فيها أفلست. أنا في الآخر عندي حاجة حضرتك خدتها في سنة تانية اللي هي التسويق، وعندي حاجة اسمها ناتج التصفيات. انت هيبقى عندي ارباح في التصفية لو كانت حصلت التصفية دي اكتر من التزامات اللي على الشركة غير بما فيهم مالك الشركة اللي هو رأس المال اللي هو حطه والارباح اللي له. لا طيب، هفترض ان انتهت التصفية دي بوجود خسارة، ما كسبتش. خسارة دي معناها ان الشركة من حقها انها ترحل الخسائر لحد اقصى 5 سنين قدام، وهنشتغل جزء واحنا شغالين في عمليه التخطيط هتبني ازاي. ليه بترحل؟ لان انا عارفه ان الارباح او الخسائر دي شخصيه، يعني اسم الممول، والحاجه الثانيه زي ما اتفقناها شخصيه الاسم، وبالتالي انا ممكن ارحله الخسائر بتاعته. ولكن انا عندي حاجه اسمها ان الترحيل له لحد اقصى 5 سنين قدام. هل في كل الاحتمالات هنعرف ان في بعض الحالات لا؟ طيب مرة تانية، انا عندي بالنسبة للارباح الرأسمالية قد يكون نتيجة بيع الاصل والربح الرأسمالي هيتحقق عبارة عن فرق ما بين ثمن البيع لو طرحت منه قيمة دفترية للاصل او من الفترة، وكنت طرحت منها مجمع جزئيات المعطمة الضريبية. في التعويضات ونفس القانون بتاعي هشيل ثمن البيع واحط قباله قيمه التعويض. لما نيجي الارباح اعاده التقدير، انا عندي فيها كذا نقطه لازم يكونوا واضحين في حضرتك، يعني ذهن حضرتك، عشان احنا هنشتغل بيهم في التمارين كلها. يا ترى انا الهدف من اعاده تقدير الاصول اغير الشكل القانوني؟ هتقولي اه، هقول لك دي ارباح راسماليه محققه فرض على ذلك. هتقولي لا، ده الهدف منها ان انا اغير بس قيمه الاصول كام، لكن انا مش هغير شكل القانون. هقول لك مصلحه الضرائب هتقول ان هذه الارباح غير محققه وبالتالي مش هطلعها. هتقولي طيب انا هاخد الارباح دي الراسماليه او الارباح الناتجه عن اعاده التقدير، وانا هدخل بيها كحصه عينيه في شركه مساهمه مصريه. فهقول لحضرتك انا ممكن اعفيها بشرطين. الشرط الاولاني يكون الاسهم بتاعتها اسميه، والشرط الثاني اللي موجود عندي ان حضرتك ما تبيعهاش لمده 5 سنين. بسرعه كده، الايرادات العرضيه، يعني ايه العرضيه؟ اللي انا مش اصلا قايمه عشان اعملها. هي ايه دي؟ اول حاجه فيها هناخدها حاجه بنسميها، انا لو عندي اراضي زراعيه او عندي عقارات مبنيه، انت قول ان هذا الايراد يخضع للضريبة على الارباح التجارية الصناعية، وانت قول ان الايراد ده هيخضع لايرادات الثروة العقارية. واحنا بنتكلم كده قلت لك خلي بالك ان انا عندي فيه كده محك اساسي هنشتغل عليه. ده بيقول ايه بقى؟ بيقول ان الايرادات اللي هتحصل عليها المنشأة نتيجة تأجير العقار المملوك لها لمين؟ لها الشركة. الكلام ده معناه ببساطة أن تقول هذه الأصول اللي أنا بتكلم عنها سواء كانت عقارات أو أراضي تكون مجردة ضمن أصول المنشأة، بمعنى أن المنشأة تمتلكها وليس صاحب المنشأة. الكلام ده بيعني بالنسبة لي حاجتين. الحاجة الأولانية إذا كانت مش موجودة ضمن أصول المنشأة، مش في الميزانية بتاعتها، يبقى معنى كده هذه الإيرادات اللي هتنتج لن تخضع للضريبة على الأرباح التجارية الصناعية، ولكن هتروح لضريبة تانية اسمها إيرادات ثروة عقارية، وتخص صاحب المنشأة وليس المنشأة.
بندور في التمارين فيما يتعلق بالإيرادات بتاعت عقارات وأراضي على كلمة واحدة، يا ترى هي موجودة ضمن أصول المنشأة ولا لا؟ لو موجودة ضمن أصول المنشأة يبقى الإيرادات بتاعتها تعرض عليها، ولو مش موجودة ضمن أصول المنشأة هي مش هتعرض على ضريبة على أرباح التجارة الصناعية، وهتعرض على ضريبة تانية هنسميها الثروة العقارية. طيب أنا عندي حاجة بسميها عوائد الودائع وحسابات التوفير. ساعات أنا عندي مبلغ كده وقررت إن أنا مش محتاجاه دلوقتي، فأنا أحطه في حسابي في واحد من البنوك أو في التوفير، في يعني بنسميه إيه البريد، بنحطها في البريد عشان نستفيد من العائد بتاعها. ليه الحقيقة إحنا بنعمل كده؟ لأن هذا العائد معفي من القدرة ده، وبالتالي هو هنا بيقول لي خلي بالك بالرغم الايراد ده انت خدته فعلا، لكن احنا هنعفوه لك من الفضوع والضريبه. هو ايه اللي هيعفيني؟ انت تحط لي حاجات كده للتحديد. عوائد الودائع انا حط وديعه، حطيت وديعه في واحد من البنوك او في حسابات التوفير. الكلام ده سقطت البنوك المصريه، البنوك الاجنبيه، طالما انها بتخضع لاشراف البنك المركزي. شهادات الاستثمار والادخار والايداع اللي بتصدرها البنوك المسجله في رواد مصر. عوائد الودائع وحسابات التوفير في صناديق البنوك. عوائد الاوراق الماليه وشهادات الايداع اللي بتصدرها او بيصدرها البنك المركزي. المره دي انا خدت ايراد فعلا، لكن القانون بتاع الضرايب بيقول انا هعفي هذا الرقم من الفضوع للضريبه. اتفقنا ان ممكن التعويض ده يكون نتيجه ان انا ما نفذتش العقد او اتاخرت في التنفيذ او عندي بضاعه وحرقت، حرقت بضاعه جرب اي حاجه وهي جايه في الطريق. حقيقه بيبقى عندي دايما مقارنه ما بين حاجتين، هو انا خدت كام وتكلفه البضاعه اللي اتحرقت كام؟ ده الحقيقه ده المبلغ اللي بيدخل عندي كايراد يخضع للضريبه. ما انا مش كل المبلغ اللي خدته هو مبلغ خالص ليا، لكن لازم هطرح منه تكلفه البضاعه لو كانت عندي بضاعه، لو كان في عقود فانا ما عنديش حاجه، هقدر اشوف ايه المبلغ اللي انا خدته بالفعل وخلاص. طيب انا عندي في حاجه اسمها ديون معدومه محصله. ديون المعدومه المحصله، الديون المعدومة المحصلة بالنسبة لي هي عبارة عن مبالغ أنا كنت فقدت الأمل في إن أنا أحصلها، ولكن دي بعد ما قدرت أحققها أو أحصلها كلها أو جزء. بالراحة معايا بقى عشان المرة دي أنا عندي ثلاث احتمالات، وكل احتمال من اللي موجودين عندي بنقولهم بسرعة، لكن كل ما هنشرح تمارين هنبدأ نفتكر الكلام اللي إحنا بنقوله. ما بين شويه حاجات. أول احتمال إذا كانت مصلحة الضرايب اعتمدت كل الديون دي قبل كده كتكلفة. يعني أنا كان عندي مبلغ قيمته 10,000 جنيه أنا كنت بعتبره من التكاليف أو من الديون المعدومة، مصلحة الضرايب وافقت على كده ثم جيت حصلت جزء منه. الحقيقة في الحالة دي كل الإيرادات المحصلة هتعتمدها مصلحة. تاني أنا عندي رقم عبارة عن ديون معدومة محصلة سبق مصلحة الضرايب انها طبعتها كتكلفة. في هذه الحالة لو مصلحة الضرايب كانت موافقة على المبلغ كله كتكلفة، الايراد اللي انا محصله هيطبع كله للضريبة. طب اذا كانت مصلحة الضرايب ما اعتمدتش كل المبلغ ده كله على بعضه كده، ما اعتمدتوش قبل كده كتكلفة، بالبديهي كده ان الايراد اللي هيتحقق عندي مش هعتمده كايراد يخضع للضريبه. دايما بيجيبوا لنا حرف النص. يعني ايه حرف النص؟ يعني انا مثلا حصلت 10,000 جنيه بس مصلحه الضرايب ما كانتش موافقه غير على 5,000 غير على 7,000 غير على اي رقم هو هيحطه لي. اي رقم اكتر من المبلغ اللي اعتمدته مصلحه الضرايب في الحقيقه لن يعتبر من الايرادات القطعيه. طيب انا عندي الديون المعدومه المحصله لها ثلاث اوضاع.
وكل الكلام ده هيبان من خلال التمرين. يعني كل الكلام احنا قاعدين ده تمرين، لان احنا هنفتكره لما نيجي نحط اي تمرين. اذا كنت مسرحت الضرايب اعترف او اعترفت بالمبلغ ده كله كنوع من انواع التكلفه، يبقى اي ايراد هيتحقق هيعتبر من ايرادات القضايا. مصلحه الضرايب ما وافقتش على الرقم كله، يبقى اي ايراد هيتحصل مش هيرد على كله. طب وافقت على جزء وجزء لا، يبقى حضرتك الايرادات اللي انت هتعتمدها مش هتزيد عن المبلغ اللي حضرتك كنت اعتبرته طلب. هنيجي ناخد شويه حاجات بسرعه كده. الاعمال، انا كشركه ممكن تجيلي او كمنشاه كده ممكن تجيلي اعمال. الاعمال دي ممكن تكون نقديه وممكن تكون عالميه. انا ما اديتلكش فلوس، انا اديتلك الات، انا اديتلك معدات، انا اديتلك اي حاجه. طب خلينا نتكلم في الاعمال النقديه. الحقيقه الاعمال النقديه بتدخل ضمن الايرادات بتاعتي بالرقم اللي دفع. طب تعالى بقى كلمني عن الاعمال العالميه بقى. الاعمال العالميه هتدخل عندي ولكن بالقيمه السوقيه وليس بالتكلفه الدفتريه. وليس بالتكلفه الدفتريه. تاني، انا عندي اعمال نوعين، يا اما حد اداني فلوس والمنشاه فهتدخل بالمبلغ اللي انا هاخده، يا اما حد اداني اصل من الاصول يبقى معنى كده هيدخل بالقيمه السوقيه وليس التكلفه نفترض. عايزه بس ننهي الحته دي عشان نبدا نشتغل بكده. اقول لحضرتك احنا هنشتغل فروق العمله زي ما احنا اتفقنا. فروق العمله دي ممكن تيجي نتيجه ان انا بشتري ببيع حاجه على الحساب. البيع النقدي عمره ما كان فيه مشكله، انا عارفه سعر العمله ودفعتها وخلاص. طلع عندي فروق بقى مدينه، تكاليف، طلعت عندي فروق باينه، ايرادات. في كل الاحوال هذه الفروق تحققت، خلاص انا عندي عارفه انك كسبت او كسبت. مشكلتي دايما بتبقى في الحاجات اللي على الحساب. انا بشتري احيانا في سنه واسدد الفلوس بتاعتي في نفس السنه، وساعات بشتري في سنه في اخر سنه وبدفع في السنه اللي بعدها. يا ترى كل مره حضرتك هتتعلم ازاي؟ اول احتمال انا عندي عمليه هتتم في سنه وفي نفس السنه انا هدفع الفلوس بتاعتي. معنى الكلام ده ايه؟ السنه اللي انا بدفع فيها بتعتبر هذه الفروق محققه، خلاص انا عرفت انا كسبت ولا خسرت وكده. في الحاله دي تطلع الفروق مدينه، تطلع الفروق دايما مصلحه الضرايب هتعتبر. دايما مشاكلنا في الاحتمال الثاني. هو ايه الاحتمال الثاني؟ ان انا عملت العمليه في سنه معينه، جيت في شهر مثلا زي دلوقتي 10 11 طلبت حاجة وعبال ما جات لي واتشحنت ووصلت، فمعنى كده دخلت في سنة جديدة خالص سنة 2011. فأنا اتفقت في وقت، لكن أنا هدفع قيمة الحاجة اللي أنا طلبتها ده في وقت تاني، قد تكون سعر العملة أكتر أو أقل. طيب هي السنة الأولى أنا هعمل فيها إيه والسنة الثانية أنا هعمل فيها إيه؟ هفترض إن أنا في نهاية السنة دي أنا عايزة أقفل الحسابات بتاعتي. هو انا عارفه ان انا يوم ما هسدد هيكون سعر العمله كام؟ الحقيقه لا. امال حضرتك بتعمل ايه في نهايه السنه؟ انا بحط الفروق دي في حاجه كده في الميزانيه بسميها عباره عن فروق مؤجله، انا لسه مش عارفه. ممكن لما اجي ادفع السعر ده يزيد او يقل. امال انا هتاكد امتى؟ لما ادفع. وبالتالي السنة اللي هيتم فيها التحصيل المرة دي الفروق بتاعتي هتعتبر فروق محققة. تاني، أنا عندي في فروق العملة والكلام ده كله يهمني حاجتين. هو حضرتك عملية الدفع دي تمت خلال السنة اللي أنا هتحاسب عليها ضريبية؟ هتقولي أه. هقول لك تطلع فروق مدينة هتعتبرها تكاليف، تطلع فروق دايمة هتعتبرها ايرادات، وبالتالي بتقضى على الضرايب. طيب انا عندي احتمال تاني، ان انا اتفقت في سنه ولكن هحصل او هدفع في السنه اللي جايه اول سنه مصلحه الضرايب لم تعترف بالفروق دي انها تمت. ولم تعترف بيها امتى؟ في السنه اللي هيتم
مش في الكتاب، ولكن هو شكل هنستخدمه واحنا بنحب. انا عندي عنوانين كبار كده بنبدا نستخدمهم ساعات. كتير يقول لي ان ايرادات المنشاه تتضمن، يعني ايه كلمه ايرادات المنشاه تتضمن دي؟ يعني المول بتاعي لما جه يقدم الاقرار لمصلحه الضرايب كان حاطط رقم مليون، بغض النظر عن ان الرقم ده تعتمده او ما تعتمدوش مصلحه الضرايب، لكن هو حاطط مبلغ. فالحقيقه انا عندي المره دي انا بحتاج ان انا ادور على حاجه تانيه مش اللي انت كاتبه، اللي مصلحه الضرايب هتدفع. خلي بالك انا عندي عنوان كبير كده اسمه انا ايرادات المنشاه تتضمن. انا لما رحت عملت اقرار ورحت لمصلحه الضرايب عشان تحاسبني، انا حاطط ارقام لبنود من الايرادات اللي موجوده عندي. اول حاجه هعملها ادي المبلغ اللي هو كاتبه لي الممول. حاجه ثانيه، هو ايه الرقم اللي اعتمدته مصلحه الضرايب؟ طب انا عندي رقمين، رقم الممول حاطه ورقم مصلحه الضرايب هتعتمده. انا قدام كام حاجه، خلي بالك انا ممكن اكون قدام ثلاث احتمالات. يا اما مصلحه الضرايب مش موافقه على الرقم بالكامل، الناحيه العكسيه بتاعتها، يا اما مصلحه الضرايب موافقه على الرقم بالكامل، يا اما مصلحه الضرايب موافقه على رقم ولكن هذا الرقم قد يكون مختلف. ايه؟ انا عندي ثلاث احتمالات كبار. يا اما مصلحه الضرايب مش موافقه على الرقم ده بالكامل اللي يدخل ضمن الايرادات الطالعه للضريبه، او انها موافقه عليه بالكامل، او موافقه على حاجه مختلفه. كلمه مختلف معناها ان ممكن اللي انا كاتباه في الدفاتر يكون اكتر وممكن يكون اقل. انا مش عارف كل واحده من دول هنشوف هنعمل فيها ايه. حلو، انا هفترض ان انا كاتب رقم ومصلحه الضرايب مش موافقه عليه. هو انا لما اجي اعدله عشان اوصل للرقم الحقيقي هعمل ايه؟ لو مصلحة الضرايب مش موافقة ان الرقم ده يرجع للضريبة، يبقى معنى كده ان تقديرها من الايراد ده يساوي صفر، ما يساويش حتى مش حط حاجة خالص. لو انا حاطة رقم عندي في الدفاتر يبقى معنى كده هو عايز يقول لي ان كل الرقم من الممول حطه ده انت هتيجي تخسره كله، لان الحقيقة هي مش موافقة عليه. الاحتمال الثاني هي موافقة على رقم بس الرقم ده ماله مختلف. هتقول لي مختلف ازاي؟ والله جايز المبلغ اللي انا حاطاه اكبر من الرقم اللي هتعتمد مصلحته دلوقتي، وممكن يكون الرقم اللي انا حاطاه اقل من الرقم اللي هتعتمد مصلحته دلوقتي. هو انا كل مرة عايزة اروح للربح المحاسبي ولا الربح الضريبي؟ انا عايزة اروح للربح الضريبي. فانا كل مره عايز اوصل للرقم بتاع الكبير. لو انا كاتبه اكتر انا محتاجه ان انا اضيف ولا اخصم الرقم كله ولا جزء منه؟ حقيقه المره دي انا محتاجه ان انا اخصم ولكن مش الرقم كله، انا هخصم الفرق. بمعنى انا لو انا الرقم المعتمد اللي انا كاتباه اسمه في الدفاتر 3000 جنيه ايضا، والرقم اللي موافقه عليه مصلحه الضرايب 2000، فالحقيقه انا عايز اقسم 1000 عشان اوصل لرقم 2000 اللي هتعتمدهم مصلحه الضرايب. وعلى العكس هفترض ان انا كاتبه رقم اقل من الرقم اللي هتعتمد مصلحه الضرايب، انا متصوره ان انا هعمل ايه؟ الحقيقه انا متصوره ان انا هضيف الفرق. يعني ايه الكلام ده؟ الرقم انا بقول ان انا كشركه بكسب 20,000 جنيه، طلع مكسبي اللي مصلحه الضرايب يعني بشكل كده تعاملاتي مع الناس انا بكسب 30,000 جنيه. هو انا محتاجه احط ال 30 ولا احط ال 20 ولا احط الفرق ما بين الاثنين عشان اوصل للربح الضريبي؟
الحقيقه المره دي لو حصل ان مصلحه الضرايب بتوافق على رقم مختلف، حضرتك هتخلي بالك ان انا بتعامل مع فروق مش مع الرقم كله. انا بتعامل مع الفرق اللي هو يوصلني من ربح محاسبي لربح جيد. طب اخرج كمان، انا عندي مبالغ انا كداها ومصلحه الضرايب موافقه عليها، تاثر عندي ازاي؟ هل مفيش تاثير؟ انا كاتبه ان في مبلغ معين وليكن اي حاجه، فوائد الجهه بالتقسيط، انا عندي فوائد الجهه بالتقسيط 20,000 جنيه، 50,000 جنيه، اي رقم. ومصلحة الضرايب لما رجع هي متفقة على الرقم ده، عندي ايه؟ المرة دي انا ما عنديش تعديل، الرقم اللي انا كاتباه سليم، وبالتالي مصلحة الضرايب مش هتقع. تاني، انا عندي المرة دي حاجة بتقولي ان ايرادات المنشأة تتضمن. كلمة تتضمن معناها ببساطة ان الممول كاتب رقم وانا عايزه اقارنه بالرقم المعتمد ضريبيا عشان اوصل في الاخر للرقم اللي اعتمدته مصلحه الضريبه. مره ثانيه، انا اول خطوه بعملها بشوف الرقم اللي هتعتمد مصلحه الضريبه، واصبح عندي رقمين، رقم انا كاتبه ورقم مصلحه الضريبه موافقه عليه. وحضرتك في الحاله دي انت هيكون عندك احتمال من ثلاثه، يا مصلحه الضريبه ما توافقش على الرقم كله فانا هخصمه كله، هتوافق على رقم مختلف حضرتك هتقولي مختلف ازاي؟ لو انا اللي كاتبه اكتر انا عايز اخصم فرق، لو انا اللي كاتبه اقل انا عايز اضيف فرق. طيب الممول كاتب رقم مصلحه الضرايب موافقه عليه، الحقيقه لا هيزود ولا هيقلل في رقم صفر. انا عندي بعد كده من تاني ساعات يقول لي ايرادات المنشأة لا تتضمن. يعني ايه لا تتضمن؟ يعني ان الممول اخفى جزء من الايرادات بتاعته ما ظهرتش اصلا. هذه اجمل نقطة. المرة دي انا ما عنديش جزء موجود في الدفاتر. ده في حاجة وانا براجع الدفاتر لقيت ان في ايراد مش ظاهر عندي. حقيقة المرة دي بيبقى عندي، لو انت فاكر المرة اللي فاتت احنا قلنا عندنا ثلاث احتمالات، هتوافق كل وترفض كل وهتوافق على رقم مختلف. لو انا عندي الممول مش كاتب حاجه فالحقيقة عندي ببدا ادور على الرقم اللي هتعتمد مصلحه الضرايب، وهيبقى عندي كام احتمال؟ واحد من اثنين. الاحتمال الاولاني يا اما انا عندي الرقم ده يعتبر من ايرادات المعتمده ضريبيا، هو الممول كان كاتب حاجة في الدفاتر؟ لا. وبالتالي في الحالة دي أنا محتاجة إن أنا أضيفه وأقول ما عنديش حاجة هكمل عليها، الرقم ده ما كانش واضح أصلا بالنسبة لي في الأفراد. طب الاحتمال التاني، أنا لما جيت أدور على البند اللي هو مش كاتبه ده، حقيقة لقيت البند ده مش من الإيرادات المعتمدة الضريبية. طب الممول كاتبه؟ لا. طب يأثر عندي ازاي؟ انا متوقع ان هو مش هيأثر. هو مش كاتبه ضمن الايرادات، وانا لما شفت كده لقيت ان هو ايراد مش معتمد من الناحيه الضريبيه. الحقيقه الشكلين دول هنفضل نستخدمهم طول ما احنا بنتحرك في الجزء بتاع الايرادات. انا عايز بس في حاجات امرتها. لا مش عايزاها دي دلوقتي ولا. بسميها كشف التعديل. ايه هو كشف التعديل؟ ببساطه كده انا باخد صافي الربح المحاسبي من موقع قائمه الدخل، اهو انت بتقول انت كسبت كام كشركه، وببدا كشف التعديل معناه ان انا هعدله، سواء كان هضيف له حاجات او هطرح منه حاجات عشان يديني حاجه اسميها صافي ربح ضريبي، ثم حتى اقسم من صافي الربح الضريبي ده الاعفاءات اللي احنا خدناها زي عوائد حضرتك خدتها، فوائد حطيتها في بنك من البنوك، بالرغم ان انت كنت كاتبها لكن انا هعفيها، كلمه هعفيها اني مش هقدرها للضريبه. يبقى انا ببدا اول حاجه بحاجه بسميها صافي الدخل من ناحيه قايمه الدخل، هو
عليه حاجات واطرح منه حاجات بناء على الشكلين اللي احنا كنا عاملينهم عشان اوصل لحاجه بسميها صافي ربح مريض. لو وصلت لصافي ربح مريض وخصمت منه الاعفاءات اوصل لحاجه اسمها وعاء خاضع للضغط. مثال صغير هناخد منه حبتين ثلاثه مجرد بس ان احنا نشوف احنا بنعمل ايه في الحاله دي واحنا بنتحرك ازاي. يعني هو الفكره كلها هنتحرك ازاي. هنشتغل حبتين ثلاثه هسيب لحضرتك الباقي فكر فيه من هنا لغايه ما نتقابل المره الجايه. انا ما يهمنيش ان انت تحل صح بس حل فيه شوف انت هتعمل ايه ونشوف بعد كده المره الجايه احنا هنكمل ازاي. بيبدا دايما التمرين باول رقم حضرتك هتحطه. انا عايزه بس هفكرك بكشف التعديل عشان انا نطيت حاجه كده غلط. انا عايزه افكرك بحاجه بكشف. هو بيتكلم من كام سنه على فكره ده كان اول رقم في الامتحان السنه اللي فاتت وانا بستغرب يعني لو انت مش فاهم هو شغال ازاي فصعب ان انا اصدق ان انت هتحل حاجه. فبطل اقول لك كشف التعديل ده بيتكون من كام عمود؟ الاعمده بتاعته عشان هنبقى ماشيين بيها كده بالترتيب. اول حاجه بحط فيها المبلغ كان على كان على اليمين يبقى اليمين. لو الرقم ده انا عايز ازود لصافي ربح حاله وهخصم منه هحط كل المبالغ اللي ممكن تتخصم. وزي ما اتفقنا بعد ما هنشوف المبالغ اللي تنضاف وتتخصم انا هيبقى عندي وكان في المبلغ ثلاث حاجات. ايه الثلاث حاجات دول؟ صافي الربح المحاسبي واحد، كل المبالغ اللي انا حاططها رقم صافي الربح اثنين، كل المبالغ اللي انا هقسمها من صافي الربح بقى عندي ثلاث ارقام يمثلوا اجماليات فقط، مفيش تفاصيل. كل التفاصيل في القناه الجانبيه هو الاجمالي في كل المبلغ. تمام؟ انا عندي مره ثانيه اربع اعمال. واحد فيهم مخصص للاجماليات فقط وهو قيمه المبلغ. يبقى ايه؟ بخسر منه خمس البيان دي انا بكتب هو ايه البند اللي انا بتكلم عنه وده يزود او ينقص صافي الربح بكام؟ وحسب. عشان لما نيجي نشتغل هنبص مع بعض على حاجه كده. انا مديني تمرين حاطط لي شويه ارقام احنا بس عاملين كل رقم بلون عشان نكسر حبه الارقام ما تطلعش مننا ببعضها. جمله بجمله احنا كنا اتكلمنا عنها اللي هو قال لي ايه؟ اول حاجه افتتاحيه قال لي ايه؟ خلي بالك ان ايرادات المنشاه تتضمن. تتضمن ايه؟ دي الارقام اللي هو حاططها ومديني تعليق معين عليها. قد تنتهي بان انا حوافق على الرقم زي ما هو او هقول الرقم ده انا عايز اضيفه رقم صفر انا عايز اقسمه رقم او اقسمه من رقم صفر. فبالتالي انا عندي العنوان الكبير ده العنوان بتاعي اللي انا هستخدمه ده العنوان بتاعي اللي انا هستخدمه لما انا احل التمرين. وهبقى عارفه ان انا قدام واحد من ثلاث احتمالات اللي احنا قعدنا نتكلم عنه. يا المصلحه توافق كله يا ترفض كله يا توافق على رقمه. طيب هنيجي للباقي وهرجع لحضرتك تاني. يديني كل البيانات اللي حصلت ادي عمليات وهو هيجي يقول لي في الاخر يا ترى هو عايز مين يفرق؟ هو قال لي اعمل لي كشف بتاعي. وكل مره بنطلب الكشف ده عشان ايه؟ عشان اعرف هو ايه المعاق اللي هيقبع بالجريمه في سنه 2017. طيب هسال حضرتك سؤال، هو ايه اي رقم هيظهر عندي في كشف التعدي؟ ده برضه يبقى اول رقم انا باخده من هنا قد يكون صافي ربح على فكره او قد يكون صافي خساره انا مش عارفه، لكن النتيجه اللي انا انتهيت بيها بره طيب جدا. ده الرقم اللي انا باخده عشان اعدله على حسب قانون الدوله. يبقى انا متوقعه لما اجي احل انا اول رقم هشوفه من حضرتك هو رقم صافي الربح او صافي الخساره وده اول رقم موجود في التمرين. يعني انا لسه ما قلتش بسم الله الرحمن الرحيم لسه ما بدانيش. وبالتالي انا متخيله ان اول رقم هيظهر عندي في كشف التعديل هيكون الرقم اللي موجود في التمرين اللي عندي اللي هو اسمه رقم صافي الربح. طب خلينا مع بعض كده. انا هبدا ادي كشف التعديل.
كانت تدخل ايه؟ اولى في قيمه الصندوق، شرط حركه. فخلينا مع بعض كده اول عمليه اللي هي كنا بنسميها ديون معدله محصله، واعتمد على ذاكره حضرتك. الرقم المطلوب بالدفاتر ده رقم روح الدخول، ده رقم روح الدخول جوه التمرين. اللي انا هفكرك بيه برضه ارجع له كده تاني،
تعويض قضائي، انا كاتب ان الرقم بتاعي 1500 جنيه. هو معلق بيقول خلي بالك ان ده التعويض اللي حكمت بيه المحكمه 2000 جنيه، لكن الرقم اللي دفع نقدا 1500. اول سؤال بساله لنفسي هو مصلحه الضرايب هتوافق على كام؟ انا عارفه ان انت كاتب 1500، هي هتوافق على كام؟ هتوافق على الرقم اللي اعتمدته المحكمه، واحنا اتفقنا ان الاساس بتاعنا الاستحقاق او اللي هي دعوه بالمبلغ. انا ليا دعوه بالمبلغ اللي هي حكمت بيه، فانا عندي رقمين، رقم حضرتك كتبته في الدفاتر، والرقم الثاني هو الرقم اللي اعتمدته مصلحه الضرايب. حضرتك كاتب ان انت التعويض بتاعك اللي كتبته 1500، وانا عارفه ان مصلحه الضرايب موافقه على 2000 لانها بتتعامل باساس الاستحقاق مش الاساس النقدي. ان مرات مصلحه الضرايب معترض على الرقم كله؟ لا. طب موافقه عليه كله؟ لا. امال هي موافقه على ايه؟ هي موافقه على رقم مختلف عن اللي حضرتك، وطالما هي موافقه على رقم مختلف يبقى انا متوقعه من كده الرقم اللي انا كاتباه في الدفاتر 1500 انا عايزه اوصله لكام؟ ل 2000. طب انا في الحاله دي انا محتاج ان انا اضيف ولا اخصم وكام؟ هل المره دي انا محتاجه ان انا اضيف الفرق اللي هو عباره عن ال 2000 جنيه اللي موافق عليهم مصلحه الضرايب لما اخصم من 1500؟ انا عايزه اضيف على 1500 500 كمان عشان يديني الرقم المعتمد. طيب انا عايز اخد الرقم ده واروح بيه لكشف التعديل. انا اتفقت ان الرقم ده انا هضيفه ولا هخسره؟ اخلص. معنى كده هذا الرقم لا هيتحط في خانه المبلغ ولا هيتحط في تاني تخسر منه، لكن هيتحط في خانه هسميها هضيف له. انا عايز ازود الرقم ده. ده عباره عن ايه؟ فرق التعويض قضائي. مالك؟ العذر عندي باساس الاستحقاق، انا ما بتعاملش بالاساس النقدي. طيب فوائد البيع بالتقسيط، هو قال لي ان انا عندي 3000 جنيه فوائد بيع بالتقسيط وما ادونيش اي تعديل، لا انا من مصلحه الضرايب انا دول صغيرين ولا دول كبار ولا دول اي حاجه. سؤال، هو فوائد البيع بالتقسيط بتعتبر من ضمن الايرادات الخاضعه للضريبه؟ هتقول لي اه، من الحاجات اللي احنا كنا كاتبينها. هقول لك هي معترض عليه؟ هتقول لي لا. طيب انا الرقم اللي موجود عندي في الدفاتر 3000، والرقم ده يعتبر من ايرادات الخاضعه للضريبه قيمتها 3000، ياثر ازاي؟ مفيش. الرقم اللي انا كاتباه هي موافقه عليه، وبالتالي انا ما عنديش حاجه هتتغير. يعني ايه ما عنديش حاجه هتتغير؟ يعني معنى كده انا هقول لحضرتك انا عندي فوائد بيع بالتقسيط، طالما مش هيتاثر حاجي على كامل الوقت ليه مش هحط حاجه ولا يخسر منه. وهقول لك خلي بالك ان دي فوائد بيع بالتقسيط، حقيقه الرقم اللي موجود بالدفاتر هو نفس الرقم اللي موافقه عليه مصلحه الضرايب، وبالتالي معنديش حاجه. احنا بس عاملين دي كده، وحضرتك برضه هتعيش حياتك في الجزء الباقي. يعني انا عندي حاجه بسميها ايراد عقار مبني ومملوك ونقط. انا اهم حاجه قاعده ادور عليها جوه التمرين لغايه ما يقول لي هو العقار ده كان موجود ضمن اصول المنشاه ولا لا؟ فهلاقيه بيقول لي خلي بالك ان العقار ده موجود ضمن اصول المنشاه. كلمة دي تعني بالنسبة لي حاجة واحدة بس، هتعني بالنسبة لي إن الرقم ده أو القرار اللي موجود عندي هياخد على الضريبة على الأرباح التجارية وصناعة. لكن هو كاتب لي حاجة تانية بيقول لي خلي بالك إن القرار الشهري 2000 جنيه. أنا دلوقتي بدأت أبص على حاجة، هو إيراد العقارات ده هياخد على الضريبة ولا لأ؟ لقيت بيقول لي إن العقار ده ضمن أصول المنشأة، معايا؟ لكن يا ترى الرقم اللي هو حاطه في الدفاتر هو ده رقم صح ولا لأ؟
1000 جنيه. هو بياخد ايراد شهري كام؟ فقال والله هو بياخد ايراد شهري قيمته 2000 جنيه. هو انا بستخدم الاساس النقدي ولا استحقاق؟ استحقاق. طب انا بسال نفسي لو الايراد ده عباره عن 2000 في الشهر في 12 بكام؟ ب 24. الكلام ده معناه ايه ببساطه كده؟ معناه ان انا كاتب رقم لكن الرقم ده مش هتوافق عليه مصلحتك. انا مقلل. طب هو انا هاخد الرقم اللي انا كاتبه ولا هاخد الرقم اللي مصلحتك ده هتوافق عليه؟ حقيقي انا هاخد اللي مصلحتك ده هتوافق عليه. اللي كاتبه اقل ولا اكتر؟ اقل. هو انا عايز اوصل لرقم كام؟ 24. وانا كاتب كام؟ 22. انا محتاجه ان انا اضيف الفرق. كلمه اضيف الفرق معناها ان حضرتك هتروح لكشف التعديل، مش الحته دي خليها هنفهم شويه في المجره دي. هروح لكشف التعديل حضرتك، يبقى معنى كده الفرق في الوقت ده حتى 2000 او حتى 2. لو حضرتك بتكتبي الارقام دي 1000 جنيه ايوه حتى هنا اي حاجه 2000 جنيه ده عباره عن فرق في الوقت العقار. الكلام ده ايه اللي حصل؟ العقار ده مدرج موجود ضمن اصول المنشاه، وبالتالي مصلحه الضرايب هتعتبره في الايرادات الفرعيه بس على اساس ايه؟ استحقاق. يعني ايه استحقاق؟ يعني انا عايز احمل السنه بكل الايرادات المختصه وكل التكاليف المختصه. الكلام ده يعني بالنسبه لي ان انا عندي الرقم اللي هتوافق عليه ال 2000 جنيه اللي باخدهم في الشهر 12 هي النص على رقم 24000. انا كاتب 22 فانا محتاجه ان انا اضيف فرق. وغير كده هنقف. انا عارفه ان اول مره مجهده، انا عارفه ان لسه الامور كلها مش ثابته في دماغ حد، لكن احنا محتاجين نقراها واحنا شغالين في المحاضره. هنكمل التمرين ده وهنبداه من اوله، ثم هناخد واحد تاني يحاول يثبت المعلومات عندنا. حقيقه انا بتمنى لكم كل التوفيق، والحقيقه نتمنى ان احنا نشوفكم بقى على خير في المدرج ان شاء الله في المحاضره الجايه. هنشتغل بدرجه اكتر. شكرا ليكم، السلام عليكم، نشوفكم في المدرج المره الجايه باذن الله.